عندي مخزن فيه بضاعة أقوم ببيع وتزويد الأسواق والجمعيات بهذه البضاعة بصفة دورية، هل على هذه البضاعة التي هي في المخزن زكاة وكيف يتم احتسابها؟ نعم عليها زكاة، إذا جاء وقت الزكاة التي تخرج زكاتك عادة في كل سنة، إذا جاء وقت الزكاة تنظر إلى هذه المخازن وكم فيها من البضائع، لأن هذه تسمى عروض تجارة، فيها البضائع التي لم تصدر بعد لم تباع بعد، فيقيمها لو بيعت الآن كم يكون ثمنها ويخرج زكاتها 2.5%.